كنت عارفه ان مفيش اخبار ولا حاجه. وايه اللي خلاكي متاكده كده؟ اصل من ساعه ما جيت وانت عمال تتفرج عليا وما فتحتش بقك ولا كلمه. انا ماشيه. امشي ويبقى انا ماكيش غير المشوار ومعرفتيش حاجه. طب ما تتكلم ولا مستني تتفرج عليا كمان شويه؟ انت مالك سخنانه كده ليه عليا؟ بس عارفه انك بتلعب بيا، فاكرني صيده من غير حلفان. انت فهماني غلط وظلماني. انا يمكن حبيت اقابلك بس مش عشان العب بيكي. انت عايز ايه يا عماد؟ في رجاله كده لما تعرف ان في واحده بتحب تفتكر انها سهله، واللي تحب فلان تحب غيره. انت موسوسه ودماغك مليانه خيالات. وانتيش عرفك الرجاله بتفكر ازاي؟ انا نزلت الشارع من بدري والشغل في المصانع ياما بيعلم، ولولا الخيالات اللي انت بتقول عليها دي ما كنتش قدرت احافظ على نفسي. بعدين انت سيرتك سابقه، محدش في الحاره كلها ما يعرفش حكايتك مع عنايات. حكايتي مع عنايات ما تعبنيش في حاجه، وفي الاخر انا راجل. انت عارف ايه الفرق بينك وبين سعيد؟ مستنيه اقول ايه؟ اعتبريني قلت وكملي. الفرق بينك وبينه زي الفرق بين الازاز الشفاف والازاز اللي مش نضيف، لا بيخبي ولا بيبين، تشوف من ورا نص الحكايه وانت وشطارتك. انما سعيد واضح اللي عايزه بيقوله، لا بيلف ولا بيدور. بقى سعيد اللي بينصب على طوب الارض، لا بيلف ولا بيدور. على الاقل معايا. روح يا عماد استحمى، يمكن تعرف انت عايز ايه. بصراحه انا مستغرب ان انت جيتي. مش لوحدك، انا كمان مستغربه. يمكن الامل يكون عندك اخبار بجد عن سعيد. للاسف ما عنديش اخبار. عماد انت يا اما غبي قوي يا لحوح قوي، مش قادر تفهم ان مفيش امل مني خالص. لا ده ولا ده، انا عارف متاكد ان مفيش امل منك، وعارف ان انا سيرتي وحشه قدام كل اهل الحاره، وعارف ان بيني وبينك في حته سعيد وعنايات، بس مش قادر امنع نفسي ان انا اشوفك. غباوه زي ما انت بتقولي. عماد هو انت بتحبني؟ هتفرق معاكي لو قلتلك؟ مش عارف، يمكن المرة دي عشان مصدقاك. وحياة أبوكي مصدقاني؟ مصدقاك آه، بس الحيطان لسه موجود. أهي نص السكة. أنت عارف إن عنايات عايزة تصاحبني؟ أوعي تخليها تضحك عليكي بسهتنتها وكلامها الحلو، دي توديكي البحر وترجعك عطشانة. بس هي بتقول إنكوا سبتوا بعض. بصراحة أنا ما بقتش طايقها. أنت بتقول كده بس عشان تراضيني. يمكن دماغي تميل. مش انت لسه قايله انك مصدقاني؟ في دي بقى ولا مصدقاك ولا مصدقاها، بس انا مالي، كل واحد بيتعلق من عرقوبه. عزه انت عايزه تقربي مني وخايفه؟ اقرب منك ايه؟ لا فوق. يخرب بيت دماغك، انا قصدي بالمشاعر والاحاسيس مش اللي في دماغك. عزه انت لسه بتحبي سعيد؟ بس هو كل شويه بيبات حبه، هو اصلا ما كانش قرايا. عارف امبارح كنت قاعده مع نفسي كده وقعدت افتكره، لقيت نفسي مش قادره افتكر ملامحه، بقيت هتجنن ازاي مش قادره افتكر سعيد. بس بعد شويه افتكرت. ما عندكش الصوره ليه؟ مع انها بواخه ان انت تطلبي مني طلب زي ده، بس انا ممكن ارسمه لك. انت صاحب تعرف ترسم حلو زي ما بيقولوا؟ اه، وعلى فكره انا راسم لك صوره عندي في البيت. يخرب عقلك، ولو حد شافها وازاي ترسم لي صوره من غير ما تقول لي؟ ده انت عليكي قلبات غريبه، بصراحه انا مش فاهمك. لما سالتيني اذا كنت بعرف ارسم افتكرتك بتجر رجلي عشان تعرفي اذا كنت رسمت لك صوره ولا لا، ولما قلت لك ان انا رسمتك قلبتي. انا عارفه بقى، انا ماشي، انا مش عارفه ايه اللي جابني من قصر. استني بس اوصلك ولا حتى اركبك تاكسي. لا يا عم انا مش ناقصه برجله، لما ترسم لي صوره لسعيد ابقى كلمني. يلا يا ابن الكلب يا سافل، نمرة غلط يا بسكليتة. قطم كده مالكيش دعوة بعنايات دي خالص. هو انتوا هتحبسوني؟ لا هعرفها وهروح حنة سمارة. اتخنقت اتخانقت هو انا مش بني ادمه؟ ولو مش عايزاها تيجي بترضيها انت. يا بت يا موكوسه افهمي، ما ينفعش البنات تصاحب ستات. ليه؟ ما انا عندي اكتر من واحده من صحابي في المصنع متجوزه وبنتكلم عادي. هما واحده واحده بيبعدوا كده عشان في كلام ما يعرفوش يقولوه قدامكم، فابعدي عن عنايات دي خالص، دي عينها بكحه. ياما انا ماليش صاحبات خالص من البيت للمصنع، ولا بخرج ولا ليا شله. شله ايه ونيله ايه؟ اللي بقول عليه يتسمع ولا والله هقول لابوكي. ما هو الخوف كله من ابوكي. مال ابويا بقى؟ مفيش. لا قولي، ولا انت لسه فاكراني عيله صغيره؟ طب هقولك، بس الكلام اللي هقولهولك ده
كأنك ما سمعتيهوش، ما تعديهوش تاني. حاضر، قولي بقى، يلا شوقتيني. أنا كل يوم بكبر وأبوكي زي ما هو، معنايات صغيرة وحلوة. عايزانا نصحى من النوم نلاقيها مرات أبوكي. خلاص ياما، بس بشرط أروح عند سمارة. روحي بس اقطعي رجلها من هنا وما تمشيهاش، فاهمة؟ فاهمة ياما. بفتح غطا الحلة لقيت لك تعبان نايم فيها، انخرعت. صحيت من النوم خرجت بالأكل وقعت. وبعدين حصل ايه يا جليلة؟ وبعدين وانت عايز اعيد لك اللي انا قلته تاني من الاول، ولا انت مش سامعني وانا قاعده هوها وجنبك من بدري؟ لا سامعك كويس، بس مش عاجبني الكلام. وايه بقى اللي مش عاجبك فيه؟ مش عاجبني انك من اول مشكله سحبت الكرسي يا جليله ونزلت. خلاص انا عملت اللي عليا. طب اعمل ايه بس يا عم زكي؟ شور عليا اذا كان الاكل اللي عملته وقعت بيه واخد الفلوس وراح، وزباين زي الفل خسرتهم، كان كل يوم والتاني عندهم عزايم. طيب انت لو معاكي فلوس يا جليله تعملي ايه؟ منين يا حسره؟ مادي البير وادي غطاء. احنا هنسلفك 400 جنيه وتسددهم لي من المكسب. صحيح والنبي يا عم زكي؟ انا راجل بهزر يا جليله، بس ليا شرطين عشان اديهم لك. اشرط حاكم المشروطه محطوطه. الشرط الاولاني تجيبي عيل صغير يوصل الطلبات عشان انت ما تقعيش. ما العيل الصغير ده ممكن يقع برضه. لا انا عندي فكره تانية. انا هبطل الدليفري، هخلي الاستلام من المنزل. اللي عاجبه يجي ياخد حاجته اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يستفل بقى مع نفسه. حلو، فكره حلوه والله يا جليله. ماشي كويس. والشرط التاني تلعبيني 10 طاوله يا جليله. ابيض ولا اسود؟ هو ايه ضيقتي اللي فيه؟ ايه الباب لازم يتقفل؟ ما انت شايفه البنات قلعه ازاي؟ يخرب بيه.
استنى استنى يا عم انت، استنى بس، استنى 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 بس يا زميل، استنى افتح الكبوت. باني مايو باني مايو كبوت، افتح افتح. دور كده دور بس، شوف عدة معاك. باني مايو عدة يا. لا لا عايز زرادية 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 بنسى يعني. أيوة ماشي ماشي الصفة ماشي. دور يا زميل دور. عشان تعرف يا عم الحاج اشتغلنا كهربائيه واشتغلنا طاقويتش واشتغلنا ميكانيكيه. مفيش انا بقى حمام الواحد يتشطف فيه. حمام يعني تشطف تشطف احسن ايدي. تمام نيروانا نيروانا. استنى يا عم انت اما نشوف الراجل ده فهمني ازاي. قول لي يا حاج انت فهمت كلمه حمام دي منين؟ ما ده هتكون بتعرف عربي. انت بتعرف عربي؟ نيروانا انت طالع على النبي يا ارض المعارض بمدينه نصر. ايه يابا حته الجلاشه دي؟ بنتك دي ولا مودلز؟ ايوه اضحكي 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 يا موزة اضحكي ولا فاهمة حاجة انت. انت مصري؟ لا انا في الانجليزي. انا بحب حكيكم كتير. هيدي اوضتك وهيدا تختك. حضرت لك فرشاة سنين جديدة بالحمام وما كانت تحليقة. من بعد ما تحلق دقنك بتطهر الجرح وبتحط بلاستر. بعد بدك شي تاني؟ لا 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 شكرا يا مدام. اكيد بدك. حطيت لك كم شميز وكم بنطلون بعتقد على قياسك. بكره بقول لك وين الغساله لان انت اللي حتغسل ثيابك. انا مسؤوله بس عن تحضير الاكل. دي تيجي مقاسي؟ اصل عم جورج يعني مش مقاسي. هدول مش لعم جورج. هدول لابنه ماك بعتقد قياسه على قياسك. بنمي. ايه؟ تصبح على خير. روسي دي؟ لا فرنسي. اه اه اه. بنويت بنويت. بس مش شيك الواد ده يعني ساده كده ما فيهاش شغل. حلم ده ولا ايه؟ اسم الله عليك اسم الله والف ما شاء الله كمان عليك اسم الله عليك اسم الله يا جامد انت يا سمبتي. ايه يا عبد الله؟ بيقول لك درجة حرارة الحرم 120 فرنهايت. جاتك حمى ما تشيلك، ما تتلم يا عبد الله، ولا نديلك عواطف. يا بنت الشغل البيئة ده انت هتتلزقي ولا ايه؟ يا سام يا عسل واسم الله عليك اسم الله. ألف مش عزة يا اخي بعالة خضتني، عايز ايه يا عبد الله؟ أنا بس عايز في الموضوع. لا جرالو حاجة؟ ده انا بحاجة قولي حاجة. في ايه يلا؟ في ايه مجنون؟ في ايه اطلع يلا برا؟ تعالي هنا بس. في ايه؟ يا لهوي الحوش! انت هتصوتي يا بنت انت ولا ايه؟ وانا متأكد انك كنت بترقصي له. مين يا اخي بالك؟ يا لهوي يا واطي يا ابن الكلب! يا عواطف! يا عواطف! يا عواطف! الحقيني يا عواطف! ابنك عبد الله كان مستنيني تحت بين السلم وكان عايز يزنقني. بص يا بنت هو يا بص يا رب ابني اوعى 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 كنت اوعى بص يا رب.
كلاب يالا ولا عبد الله. الكلاب اللي لقيته عزت صح؟ لا والله يا اما دي كذاب. كذاب؟ انا شايفه هو داخل ورا بيتها. اخرس يا سلامه لو هطرك في الحاره. ده رقم عبده ولا عبد الله. انت ولا عبد الله. استنى يا رجب. ايه؟ فاكرين مالهاش اهل ولا ايه ولا؟ خلاص يا رجب جت سليمه. يا سلام، هي دي اللي همك جت سليمه؟ هستناها لما تيجي مخطوبه انت وابنك. قسما بالله العظيم لا تبيعك. ويمين على يمينك يا رجب، لو ايدك اتمدت على ابني لاكسرها لك. ابني انا اولى بتربيته. واطي تضربيني يا ام عشان البنت الكدابه دي. اه يا حاره بتصور عريانه بترقص واحد معرفش مين. يا بنتي وجات عندي والشرف ناح يا اختي. ده عرفت لوحدك بدل ما تبلي على اشرف مني. تعالي اقعد خلي البتاع ده اهو اهو والحاره كلها عارفه. يوعى يا بنتي يا بنتي. يا لهوي يا عزيزي. يا لهوي يا لهوي.